طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. يقولون ان التاجر اذا افلس يقلب في دفاتره القديمه، لكن ايران بالنسبه للحوثي ليس تاجرا قديما ليفتش في دفاتره عن مكاسب، بل هو التاجر القديم والجديد وصاحب المصانع الذي يورد له كل شيء ويبيع لمصلحته بضاعته التي ينتجها. ما يربط الحوثي بايران هو حبل سري لا ينقطع، من خلاله تمده إيران بكل شيء يجعله مستمرا في الحياة، والتي كان آخرها السماح له بافتتاح سفارة في طهران تمثله ولها تمثيل وحضور وتفاعل وتبادل مشاورات في أول اعتراف دولي بالحوثي يسمح له بإقامة حياة دبلوماسية. ما تم هو قد يكون خارج المنطق، لكن منذ متى والحوثي وإيران يفعلون شيئا منطقيا؟ الأمور كلها تحت خارج السيطرة والتوقع. بالأمس فوجئنا بقيام ميليشيا الحوثي بتعيين إبراهيم الديلمي سفيراً لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها، سفيراً لدى طهران، وهي المرة الثانية التي تكشف فيها الجماعة رسمياً عن التعاون بينها وبين النظام الإيراني. هذا القرار يأتي عقب زيارة قام بها الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام إلى طهران مؤخرا على رأس وفد حوثي ضم مدير قناة المسيرة الناطقة باسم ميليشيا الحوثي من لبنان، والذي تعين سفيرا لدى طهران. كلام عبد الملك الحوثي بعد إعلان القرار يكشف الأمور ويوضح طبيعة العلاقات مع إيران، خاصة عندما تحدث عن أن إيران ستعيد التمثيل الدبلوماسي مع جماعته كدولة، وهذه الخطوة الإيرانية تعكس الموقف المشترك من وجهة نظر عبد الملك الحوثي، تعكس مواقف مشتركة في سوريا وفي العراق وحزب الله وإيران تجاه ما يسميها الهيمنة الأمريكية. هذا منطق عبد الملك الحوثي، يقول نحن أمام تنسيق كامل ودعم لا يتوقف، هذا الدعم يصل حد الهوس، فتح سفارة واعتماد سفير هو أمر جلل على المستوى الدولي، والاعتراف الدولي أمر في غاية الخطورة. تخيل مثلا أن تقوم دولة ما بافتتاح سفارة لتنظيم القاعدة أو داعش أو أي جماعة مسلحة غيرها أو غير ذلك من الجماعات الدموية التي ترفع راية الموت في مواجهة الحياة. بالتأكيد سيكون العالم في وضع لا يحسد عليه، فالاعتراف بجماعة متطرفة وفتح سفارة لها هو أمر يعني من ضرب العار يعني، فما حدث تجاوز أيضا للقوانين والأعراف الدولية ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ويفتح الباب أيضا أمام أي دولة تريد الاعتراف بالإرهابيين والقتلة والميليشيات المسلحة. يعني غدا تجد مجموعة يسيطر على محافظة ويعلن دولة، وتأتي دولة أخرى تعترف بها أو تعترف بدولته وتصبح هكذا الأمور. هناك لماذا سمي مجتمع دولي، ولماذا وجد قانون دولي، ولماذا وجدت أعراف وقوانين تنظم هذه المسائل؟ من أجل هذه الحركات الصبيانية. إذن هذا الأمر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، ينبغي أن يتم تصعيده دوليا وأن يتم التحرك بعيدا عن تويتر والفيسبوك والمناشدات، ونبدأ في خطوات مدروسة. إيران سبقت العالم بخطوة لتوفر حماية للحوثي، وضع دولي ليتحرك تحت جناحها، لكن علينا أن نتحرك لننبه العالم النائم إلى خطورة هذه النقلة النوعية حتى لا نخسر بالدبلوماسية ما نكسبه بالحرب. النقاش حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ الدكتور سليم النهدي، أكاديمي وباحث سياسي. أهلا بك. يا مساء. أبدأ معك النقاش ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. We'll be right back.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ارحب بضيفي دكتور سليم، اهلا بك على شاشه اليمن اليوم. اهلا وسهلا. البدايه يعني الدلالات التي حملها الاجراء الاخير افتتاح سفاره للحوثيين في طهران، هل نفهم ان هناك تحدي تقوم به ايران تجاه المجتمع الدولي ام رسائل تريد ان توجهها لاطراف اخرى؟ شكرا لك وشكرا لقناة اليمن اليوم على الاستضافة. حقيقة دلالة لا تثبت على قوة القرار السياسي لدى إيران، تدل على ضعف القرار السياسي الإيراني. الخطوة هذه لا ترم على قوة لإيران في هذا التوقيت الحرج والدقيق أمام صراعين في المنطقة، صراع في مضيق هرمز وصراع آخر يحتدم وما زالت آثاره قائمة حتى اليوم، لم ينتهي بعد في اليمن. ولكن الدلالة الحقيقية لهذا النقل النوعية في إعلان العلاقة والشراكة الحقيقية من الزواج المتستر إلى الزواج العلني يدخلنا أو ينقلنا نقلة نوعية في محاولة إيرانية حوثية إلى إطالة عمر الصراع القائم في اليمن لامتصاص الغضب الأمريكي أو لإضعاف الحالة التي موجودة اليوم في مضيق هرمز. وبالتالي توجه الأنظار اليوم نلاحظ توجه كل الأنظار السياسية والإعلاميين والعسكريين والسياسيين تجدهم انتقلوا مع الحدث الذي حصل اليوم هو نقل السفارة. ماذا يعني نقل السفارة أو الاعتراف أو التمثيل الدبلوماسي الحاصل الجديد في المشهد السياسي؟ هل يعني نقلة نوعية وتاريخ جديد من الصراع في المنطقة خاصة في اليمن وفي الخليج؟ لم تكفي إيران ولم يكفي الحوثيين 4 سنوات من الصراع، يريدوها صراع مستمر لأغراض أخرى، إبعاد الأنظار عن ما يحصل في مضيق هرمز. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية التي أنا أحب أشير إليها، من أوصل الحوثيين إلى هذا المستوى من التفكير؟ هل هو ضعف الشرعية في أداء دورها الحقيقي؟ وهذا السؤال المهم والإجابة عليه مهمة جدا. لو حسمت المعارك في 2015 أو 2016 لما وصل الحوثيين اليوم إلى إعلان شراكة رسمية. إذن هناك ضعف في النظام السياسي للشرعية الذي أعطى للحوثيين فرصة أكبر من خلال إطالة عمر الحرب وعدم حسمها حتى الوصول إلى الانتقال إلى مربع آخر أو الخطة باء من الصراع، بمعنى أن الشرعية ترهلت، المنظومة السياسية ترهلت. قبل أن نخوض في موضوع الشرعية وننسى الموضوع الأساسي، نعود ما هي أسباب. صحيح، هي أسباب وهناك خلفيات لكن الإجراء الذي تم يعني من ناحية قانونية يعني ما هو وضعه؟ هو من ناحية قانونية القانون الدولي يجرم هذه النقطة، ولكن هل الحوثيين مستجيبين للقانون الدولي أو يعترفوا بالقانون الدولي؟ هذا السؤال، لأن القانون الدولي هذا نفسه صنف الحوثيين في 22/16 بأنهم فصيل متمرد. أنا أتحدث عن ميليشيا، الميليشيا هي جماعة انقلابية الجميع يعرف أنها فقط ذنب من أذناب إيران أو أداة من أدوات إيران في المنطقة. ما وضع إيران كقوة يعني موجودة في المنطقة ولها وضعها ولها اعتباراتها يعني؟ إيران قوة موجودة في المنطقة واستخدمت كل أذرعتها اليوم. هل كيف تقبل أنه تفتح سفارة على أرضها لميليشيا انقلابية؟ هل تريد أن تفرض واقع؟ لأن إيران تواجه اليوم ضغط دولي تواجه ضغط دولي، تكالب العالم عليها، وبالتالي يجب أن تجد لها متنفس. هي تبحث عن متنفس حقيقي اليوم، تنقل الصراع فيه من مرحلة الضغط إلى ضغط آخر، كما تضغط اليوم دول الخليج على إيران من خلال التواجد الأمريكي التواجد الأوروبي في مضيق هرمز. هي تبحث عن متنفس حقيقي اليوم لنقل الصراع وتخفيف الضغط عليها في هذا الاتجاه وتحويل الصراع إلى إطالة عمر الحرب الخليجية قبل أن تضع أوزارها. استشعار إيران بأن الحرب في الخليج أو التحالف العربي يبحث على إنهاء الصراع اليوم في اليمن، وبالتالي يجب أن تفتح إيران أبواب أخرى
إطالة عمره السرعة حتى يخفف الضغط على الاتجاه الآخر. لكن المتسبب الحقيقي في إطالة عمر السرعة هي الشرعية المترهلة التي تعاملت بحقيقة بعدم ذكاء وحنكة، أو لجأت إلى التراخي والاستفادة من الدعم الخليجي. وبالتالي أنت تشير إلى أنه الجبهات لم تكن ناشطة، لم تكن ناشطة لأنه الجبهات مشكوك في أمرها. وبالتالي هي كانت نفس الجبهات هذه كانت تتعامل. تعتقد أن هناك من هو مستفيد من إطالة أمد الحرب طبعاً داخل الطبيعي؟ أنا عن نفسي شخصيا وعن قراءة في الواقع أن المستفيد هم النظام السياسي للشرعية. هي المستفيدة الحقيقية لأنها دخلت في إطار، يعني لم تدخل في إطار البحث عن الوطن، العودة إلى اليمن من الأهداف الاستراتيجية التي باتت واضحة في المشهد السياسي بعد بدء الصراع في 2015 في مارس 26. الشرعية ما بحثت عن اليمن كإطار وكدولة، بحثت عن الاستفادة الشخصية حتى ينتهي الصراع، وبالتالي بدأ الاتكاء الحقيقي على دول التحالف العربي. أتونا باليمن كيف ما شئتم، بدليل التحالف العربي أتى في المشهد السياسي وفي الصراع تحت مظلة قرار دولي 2216 يصنفها القانون الدولي على أن هذا القرار لعودة الشرعية إلى صنعاء. طيب ما الذي قد يستفيده؟ بس عودة الشرعية إلى صنعاء، تغير هذا النمط وتغيرت المفردة السياسية في إبان الصراع. بعد سنتين من عودة الشرعية إلى قرار عودة الشرعية إلى صنعاء بات الحديث يوم عن دعم الشرعية، وهنا فرق في المفردتين السياسيتين. من أحال المفردة؟ من حول العودة إلى دعم؟ من حول العودة إلى دعم هو من يبعث على إطالة عمر الحرب وعمر الصراع، وهو السند الحقيقي لإيران. يعني الحديث عن دعم الشرعية معنى أنها موجودة، وبالتالي أنا لا حاجة لعودتها يعني. لا حول، ما هي موجودة أصلا. اكتفى دعمها، المستفيد هو صاحب الدعم. وبالأصبع البناء نقدر نشير على أن حزب الإصلاح الموجود في منظومة الشرعية. ما يقللون من شأن ما يجري، يتحدثون عن 80% سيطرة على الأرض، وبالتالي 20% هي مساحة بالنسبة لهم. ما هي حتى 80% اتكاء على انتصارات الآخرين. أين القوات اليمنية؟ أين 70؟ الواقع ربما يختلف تماما. حتى من حيث الكثافة البشرية هناك، حتى من التأثير والضرر. مصيبتنا أن احنا ما نقرأ المفردة السياسية، ولهذا عندما تغيرت الصيغة والمفردة السياسية من عودة الشرعية إلى دعم الشرعية كان يجب أن نستشعر بناقوص الخطر، ولكننا ما استشعرنا بهذا الخطر القادم. طيب هل تعتقد أنه قرار مثل هذا، اعتماد سفير لحكومة غير معترف بها، يعني يمكن أن يمر مرور الكرام؟ أحيانا المصالح العليا للدول تغض النظر عن هكذا أمور، ولكن في القانون الدولي هو يعتبر جرم، ومن ارتكبه دولة لها ثقة لها في المنطقة، ولها أيضا وضعها في ولها وضعها السياسي والاقتصادي في المجتمع الدولي. نعم. وبالتالي أيضا هي ذات مصالح، ذات اتفاقيات مع أوروبية وفي ملفات نووية، وبالتالي هل هنا في تستر أوروبي بحكم المصالح الاستراتيجية، عدم التخصيب سيغض النظر عن هذا الكلام؟ هل ستكون إيران في الخط المباشر مع الحوثيين في دعم مباشر، وبالتالي في علاقات دبلوماسية استراتيجية؟ العلاقة ليست علاقة دبلوماسية، علاقة استراتيجية لإطالة عمر الصراع. نعم. إذن التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين خطوة ربما نقلت فقط العلاقات من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة، والمقصود فيها دول الخليج. أنا أكون أكثر شفافية في الطرح. اليوم ما حصل من هذه النقلة تعود بي أنا شخصيا كمتابع للحدث، العلاقة القطرية أو التحالف القطري الإيراني، دي نقطة. البحث على السيطرة على اليمن من خلال أدوات حزب الإصلاح في المنطقة، الدواعش والقواعد، إضعاف التحالف العربي، إضعاف السعودية بالذات كدولة محورية، وظهور قطر عبر أدوات حزب الإصلاح في المشهد السياسي على أنها دولة محورية،
متى ما سيطرت قطر على الممرات المائية هنا محور الصراع الحقيقي، لأنه ما يحصل في مضيق هرمز هو السيطرة على الممرات المائية، وإيران ترفض هذه السيطرة. هنا بوابة أخرى يجب أن نركز عليها، لأنه اليوم إذا لم يكن هناك تفاعل حقيقي مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات العربية ومع دول التحالف العربي في إنهاء هذه الصراع في اليمن من خلال أي قوة كانت، أو تنحية كل طاقم الشرعية ويدخل التحالف العربي منفردا في حسم المعارك مع الحوثيين بموجب قرار 2216، لأن الشرعية أثبتت جزئية منها، أثبت فشله وأثبت تواطؤه مع الحوثيين، وبالتالي لأجل إنهاء هذا الصراع وتفرغ المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي إلى الصراع الآخر في مضيق هرمز، لن يكون هناك تفرغ كامل لإنهاء الصراع في مضيق هرمز ما لم ينتهي الصراع في اليمن. هل من دلالة للتوقيت الذي جاءت فيه هذا الخطوة؟ دلالات كثيرة. هو ما حصل في المشهد إنه إيران واجهت ضغط غير عادي، وثقل سعودي سياسي محوري استراتيجي في إطار منظومة عربية. إيران تبحث لها عن متنفس، وأنا أعتبرها هذه من كرات الثلج التي إذا متى ما أهملناها تكبر عدة الأحواجها. اليوم إذا كانت إيران تعترف بإعلان سفارة دبلوماسية، غدا ستظهر دولة أخرى في المشهد، بعد غدا ستظهر دولة أخرى لها مصالح مع إيران. أنا لا أستبعد قطر داخليا، أنا لا أستبعد قطر بكرة تعلن إعلان توقيت دبلوماسي، توقيت تركيا ما أستبعد أنها تعلن في المشهد الداخلي طبعا. هناك دلالات أيضا، لأنه أولا هنا حلف تركي إيراني قطري، أعلنت إيران العمل الدبلوماسي الرسمي مع صنعاء، ما استبعد أن قطر تعلن العمل الدبلوماسي الرسمي مع صنعاء، ما استبعد إسطنبول تعلن العمل الدبلوماسي، وكلها يعني هنا أنت بتحاول دولة في الناتو ودولة قوة يعني بدأت تطور في سلاحها النوعي، وبالتالي صراع صار صراع الكل يبحث، يعني هل نحن في إطار المشروع العربي، الصراع ما بين المشروع العربي والمشروع الفارسي أو المشروع العثماني، ثلاثة مشاريع في المنطقة. النتيجة لإهمالنا أحلام الإمبراطوريات السابقة بالضبط، نتيجة ماذا أنتج هذا؟ نتيجة إهمالنا وتغاضينا حقيقة عن، لكن ألا ترى أن هناك من يخدم هذه المشاريع وأحيانا بهمة عالية فوق ما يتوقعه؟ المصالح الأوروبية لا تنظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط. أوروبا موجودة في خدمة الصراع، وفي مؤامرة أوروبية أمريكية حول هذه النقطة لاستنزاف المنطقة تماما. هذا الصراع في النهاية سينتج ما يسمى بشرق أوسط أمريكي جديد بعد انتهاء الشرق الأوسط البريطاني 1920 وانتهى في 78 باتفاق كامب ديفيد وولادة الدولة الصفوية الدينية في 79، بينما حقيقة الأمر انتهت الدولة الدينية في 1648 صحيح. ونشأت بعدها الدولة اليوزفيلية للدولة الأمة. هنا صراع عقدي ديني جديد في إطار مشهد سياسي يريد أن ينتج لنا شرق أوسط أمريكي جديد في المنطقة، وهذا الشرق الأوسط الأمريكي الجديد أمريكا تسعى من خلاله بأدواتها بعلاقتها مع إيران. مسرحية إيران مع أمريكا مسرحية أنا أعتقد أنها هي محاولة للضغط على التحالف العربي والضغط على المملكة العربية السعودية بالذات وعلى مصر بالذات في إضعافها ومحاولة تقويض قرارها السياسي ومحاولة بالتالي إعادة إنتاج الإمبراطوريات السابقة ما يتناسب مع المصالح الأمريكية والاستراتيجية المتبقى. ما الذي قد تستفيده أمريكا إذا ما استعادت إمبراطورية فارس مجدها؟ أمريكا تستفيد، لأن أمريكا هي صانعة قرار دولي. بريطانيا حقبة من الزمن وانتهت. اليوم من يدير العالم؟ يدير العالم أمريكا، وبالتالي يجب أن يكون الكل طايع بحسب السياسة الأمريكية. هناك دول متمردة ما زالت تقارع النظام الأمريكي حتى وإن كان في إطار مشاريع استراتيجية، في معارضة، في أمور، لكن في واقع الأمر أمريكا تبحث على الدول مستسلمة لإحياء ما يسمى الراعي الرسمي للمنطقة إسرائيل. إذن خفاقات كثيرة وصعبة،
حاصرت الميليشيا الحوثية ورافقها أيضا ضعف في اتخاذ العديد من القرارات واستمرار في المراهقة السياسية على حساب الكثير من القيم والمبادئ والأخلاق أيضا. تابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. مضت أكثر من 4 سنوات من فساد الميليشيات الحوثية بمختلف مؤسسات الدولة واعتمادها على الموالين لها الذين كل همهم استغلال الأوضاع لجمع الثروات، فتفشت المحسوبية لإرضاء رغبات لوبي الفساد المتغلغل داخلها، حيث تواصل إصدار قرارات التعيين في مناصب مختلفة وصارت عبئا ثقيلا للبلد المطحون بالأزمات والحروب. في العام 2016 عينت الميليشيات الحوثية أول سفرائها في الخارج في العاصمة السورية دمشق حسب قرارات اللجنة الثورية العليا الغير معترف بها التي يرأسها المدعو محمد علي الحوثي، لتواصل فسادها بعد تعيين سفيرا لها في إيران هو الثاني في دبلوماسيتها المغلقة وغير المعترف بها في الخارج. هذا التعيين يأتي بعد زيارة الناطق باسم الميليشيات محمد عبد السلام لطهران التي تسعى بالدخول مع الميليشيات الحوثية ذراعها في اليمن أبواب مرحلة جديدة فيها الكثير من الإصرار على نشر الفوضى وإطالة أمد الحرب وتدمير ما تبقى على الأرض، خاصة بعد مغادرة عبد السلام طهران وترك وراءه خبراء فنيين لإجراء تدريبات عسكرية عالية على أيدي خبراء في الحرس الثوري الإيراني. الميليشيات الحوثية عملت على تحويل الحرب إلى متاجرة وارتزاق دون مبالاة بعواقب المستقبل السياسي للبلد، لأنها فشلت على حصول التأييد الدولي الذي لم يعترف بها أحد كونها جماعة إرهابية. مراقبون سياسيون أكدوا أن طهران سعت لاستثمار زيارة الوفد الحوثي لإرسال رسائل سياسية تؤكد بأن جماعة الحوثي أداة لها وأن بإمكانها استخدامها في تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، خصوصا في حال تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز. وبحسب المراقبين فأن المجتمع الدولي يدرك فشل الميليشيات الحوثية وعدم قدرتها على إحلال السلام والخروج من مستنقع الدم الذي وضعت نفسها فيه، كما لم تستطع بلورة وتنفيذ سياسة اليمن الخارجية إلى درجة لم تقدم نفسها كممثل شرعي يثق به العالم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا النقاش، ويسرني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أفندم. بداية دلالات افتتاح سفارة للحوثيين في طهران في هذا التوقيت، كيف تقرأونها؟ أقرأ أن هذه محاولة فاشلة لأنها تخالف قواعد القانون الدولي وثوابت القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي محاولة لتبييض الوجه ومحاولة في ذات الوقت للأسف تدلل على دعم إيران لهذه الحركة الميليشيا الحوثي، لهذه الحركة التي الغير شرعية التي تخالف القانون الدولي سواء على الصعيد اليمن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإقليمي فيما تقوم به من أعمال عدائية وأعمال تخالف ثوابت القانون الدولي فيما يخص حركة الملاحة الدولية، وأيضا فيما تقوم به من مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني بقصف الأعيان المدنية سواء المستشفيات أو المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية. فهي رسالة تحاول إيران إرسالها أنها تؤيد هذه الجماعة الحوثية فيما تقوم به من أعمال إجرامية، وهذه الرسالة تناقض وتتناقض مع ثوابت القانون الدولي. طيب ما الذي قد يدفع إيران إلى القيام بهذا الإجراء وهذه المخالفة لقرارات المجتمع الدولي؟ والله دعني أحدثك فيما يخص الأمور القانونية بحكم التخصص. هذه أمور يمكن في ظل ما تقوم به إيران أيضا من انتهاكات وأعمال عربدة ولا يوجد رادع للأعمال الإيرانية فيما يخص الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأعمال يعني تتسم بالانتهاك الصارخ والتحدي الصارخ لثوابت القانون الدولي والأهداف وميثاق الأمم، أهداف ميثاق الأمم المتحدة فيما تقوم به من تعطيل حركة التجارة الدولية في مضيق هرمز هذا المضيق الحيوي وفي الخليج العربي، بما يمثل تهديد للعالم في أثره، لأن
ثلث تجارة العالم، وحركة النفط تمر من عبر مضيق هرمز، والقانون الدولي أيضا قواعده فيما يخص القانون الدولي للبحار قواعد عرفية ملزمة للكافة ولا حجية، حتى الدول التي لم تنضم إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ومن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 82. فأعتقد أن إيران تحاول إرسال رسائل أنه لا يوجد رادع للأسف، وأنها تحاول، ويكفي تهديداتها اليوم دول الخليج بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها سيواجهون العطش، عربدة عربدة للأسف، عربدة وتخاذل دولي للأسف بقيادة الولايات الأمريكية في مواجهة هذه العربدة، لأننا نحن نتحدث عن انتهاكات لا تمثل دولة بعينها، ولكن انتهاكات موجهة ومخالفات موجهة إلى الاستقرار والسلم والأمن الدوليين في العالم جميعه. وللأسف ألا تعتقد أن هذا قد يشجع دول أخرى للاعتراف بجماعات دموية أو عصابات أو أشياء من هذا؟ نعم فاهم. ألا تعتقد أن مثل هذا السكوت قد يشجع دول أخرى على بلا شك اعتراف بلا شك، بجماعات إرهابية؟ صحيح، جماعات إرهابية أو غير إرهابية، لأن الاعتداءات هنا لا تخص دولة بعينها، لا تخص دولة خليجية بعينها، ولكن تخص الاستقرار العالمي، حركة التجارة الدولية. حتى لما تجد حضرتك في دماغ اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، حتى نصوص الاتفاقية والأحكام القانونية كل جميعها تتحدث عن مبدأ وهدف رئيسي من قانون دول البحار، هو ضمان حركة الملاحة والتجارة الدولية، لأنها تتعلق بهموم وعموم المجتمع الدولي، ولذلك تصنف فقه القانون الدولي بأنها قواعد عرفية ملزمة ذات صفة آمرة. بلا شك بلا شك، للأسف السكوت الدولي وقعود مجلس الأمن، وده يدفع دول مجلس التعاون الخليجي والدول وجامعة الدول العربية أن تتحرك، ويدفع أيضا الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الدول وهي معظمها دول عربية، أن تتوحد وأن تشكل، لأننا لدينا مظلة قانونية، المادة 123 من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، حضرتك بتلزم الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة كالخليج العربي أو البحر الأحمر بأن تنشئ منظمة للتعاون. كل هذا يدفع هذه الدول ألا تنتظر قعود أو لا تنتظر مساعدة من الآخرين. للأسف للأسف، الموقف الأمريكي والتخاذل الأمريكي موقف مشين، موقف يتناقض مع الضوابط القانون الدولي، وأمر يعني يوجب على الجميع أن يدعي. دكتور، كيف يوصف القانون الدولي المساس بسيادة الدول والشعوب؟ فيما يخص في هذا الموقف القانون الدولي؟ فيما يخص المساس بسيادة الدول والشعوب. طبعا القانون الدولي حضرتك وضع ميثاق الأمم المتحدة لما وضع في عام 45، جاء بمجموعة من الأهداف ومجموعة من المبادئ. الهدف الرئيسي حفظ السلم والأمن. المبادئ، من ضمن المبادئ مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية، وأيضا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذين المبدئين يعتبروا من الامور ذات او من القواعد القانونيه ذات الصفه الامره التي لا يجب ان تمس، وهي من صميم التقييم والاستقلال والسياده الاقليميه للدول. لما نجد حتى تحرك الدول في معاملاتها الدوليه، هناك مبدا اخر قانوني، مبدا حسن النيه في المعاملات الدوليه. الدول عندما تجري تصرف او اجراء معين يجب ان تلتزم مبادئ وثوابت القانون الدولي. عندما تقوم إيران بفتح قنصلية أو سفارة للحوثيين، هذا انتهاك صارخ لمبدأ حسن النية. كيف لدولة أن تعترف بهذه الجماعة؟ كيف لهذه الدولة أن تعترف بهذه الجماعة الانفصالية المنشقة انقلابية غير شرعية وصادرة بحقها قرارات من مجلس الأمن إذن بعدم الشرعية؟ إذا هنا مساس تنشئ وتقيم علاقات في إطار دبلوماسي، بما يعني انها تضرب بقواعد القانون الدولي. اذا هنا مساس بمبدا حسن النيه، وايضا تدخل في شؤون الدول الاخرى، وتدخل في وهناك الصحيح ايضا مساس بسياده دول اخرى. يعني صحيح، يعني هناك دوله وهناك حكومه شرعيه معترف بها لدى المجتمع الدولي، ولها اليمن معترف بها. نعم. وان التصرف الايراني يناقض مبادئ القانون الدولي، ويعد تدخل صارخ
وانتهاك صارخ لمبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول. ما الذي يجب أن تفعله الحكومة الآن؟ الذي يجب أن تفعله الحكومة اليمنية أن تتحرك، خلينا دعنا نتحرك بغض النظر عن الوضع العربي أو حالة الوضع، لكن لدينا منظمة جامعة الدول العربية وهي في التوصيف القانوني منظمة إقليمية لها شخصية قانونية على المستوى الدولي، لها مسمى ولها وضعية بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالمنظمات الإقليمية. يجب أن تتحرك الحكومة اليمنية الشرعية وتطلب عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية، وأن تنسق المجموعة العربية في الأمم المتحدة وتدعو إلى عقد اجتماع للجمعية العامة تحشي دولي وأيضا لمجلس الأمن، وأن تضع التصرف الإيراني هذا ضمن جدول أعمال، وأن تصم هذا القرار وتكيفه وفقا للقرارات صادرة عن مجلس الأمن باعتبار جماعة الحوثيين جماعة غير شرعية، وأن هناك حكومة شرعية في اليمن، وأن ما تقوم به إيران هو يمثل تدخل في الشؤون الداخلية وتصعيد، ويجب أن تربط الحكومة اليمنية الانتهاكات الحوثية ليس داخل اليمن ولكن على تهديدها لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر تحديدا. يجب البناء القانوني، ويجب أن تضع المجموعة العربية تنسيق مع الحكومة اليمنية مجلس الأمن أمام مسؤولياته القانونية والسياسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة. إذن حضرتك لابد من الحشد الدبلوماسي بموجب ملف قانوني معد إعدادا جيدا. مطلوب تحرك قانوني عاجل وأيضا خطوات دبلوماسية ورد حضرتك لكل الانتهاكات الحوثية والدعم الإيراني ليها، في مقابل ذلك وجه المخالفة لقرارات مجلس الأمن أو لميثاق الأمم المتحدة من مبادئ أو أهداف، وأيضا قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يخص الاعتداءات المستمرة على أعيان مدنية صرف في السعودية، واعتراف الحوثيين بأنهم يقصفون أعيان مدنية. صحيح. الآن اللعبة ربما اتضحت كامل خيوطها، وعلى الجميع أن يتحرك في هذا. صحيح صحيح. أشكرك جزيل الشكر دكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي على هذه المداخلة القيمة. أعود لك دكتور سليم، وربما سمعت الكثير من التفاصيل حول التوصيف القانوني، ما الذي قد يتبع؟ ما القانون الدولي هذا من نفسه صنف إيران بدولة مارقة. هل استجابت إيران لهذا النداء؟ وصف الحوثيين بأنهم انقلابيين، ومن ثم وصف الحوثيين بسلطة شرعية يجب التعامل معها. وصف هو نفس القانون الدولي هذا، ما خرجنا عن إطاره، وبالتالي ازدواجية العمل بالقانون الدولي تخضع لحسابات سياسية أخرى. إدارة المنظومة الدولية تخضع للقانون الدولي، ولكنها قبل خضوعها للقانون الدولي تخضع للعلاقات الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية للدول، ما تخضع. يعني أمريكا إذا أرادت لها دخلت العراق في حربها لم تخضع للقانون الدولي، تجاوزت القانون الدولي ولم تستأذن من أحد لماذا؟ لأن هناك مصالح استراتيجية عليا للدولة. اليوم نحن في إطار خطر حقيقي، هنا مصالح استراتيجية عليا لدول التحالف العربي، تهديد مباشر من إيران في المنطقة. المقصود منها من الهيمنة على هذه المنطقة؟ المقصود من الهيمنة على هذه المنطقة هو محاولة لزعزعة النظام السعودي الذي يمتلك قبلة مليار ونصف مسلم. المقصود من هذا النزاع كل المملكة العربية السعودية، وعلينا أن نعي وأن ندرك جيدا إذا كمنظومة عربية أن لا ننظر كثيرا للقانون الدولي، علينا أن نخوض صراعنا بأنفسنا بموجب المصالح الاستراتيجية. اليوم إذا التهديد مباشر للأمن القومي السعودي والأمن القومي العربي، اليوم اليمن كجغرافيا كممرات مائية كدول أيضا تتبع لإيران ابتداء من العراق انتهى بصنعاء، هذه كلها دول تهدد الأمن القومي العربي. يعني هل نفرض منظومة النظام الفارسي في المنطقة مجبورين نحن نتقبله؟ لا. هل الجامعة العربية بتغير لنا شيء؟ الجامعة العربية لها قوانين وبالتالي تمشي بموجب قوانين، المجتمع الدولي له قوانين يمشي بقوانين، القانون هذا يتعارض مع مصالح الشخصية أنا أتجاوزه. بوش عندما دخل العراق لو كان استأذن المجتمع الدولي كان بيرفض، وبالتالي تجاوزه لأنه هو يشوف مصلحته. كان لا نعتمد كثيرا على القانون الدولي، لأن القانون الدولي أحيانا يكون مسير بموجب مصالح. علينا أن نصد الخطر القادم،
المستهدف المملكة العربية السعودية، المستهدف هنا السيطرة على الممرات المائية بموجب الحلف القطري الإيراني التركي، تحويل قطر من دولة صغيرة إلى دولة محورية، إنهاء محاولة إضعاف المملكة العربية السعودية. هذا يقودنا إلى السؤال التالي، ما الذي قد يترتب على هذه التصرفات في مضيق هرمز، وأيضا ما جرى اليوم من هذا الإعلان حتى الشكل؟ أنا بعتبر أنه في الأخير هناك علاقات لن يكتب لها النجاح، يعني الآن في حصار للبحر، احنا بالنسبة للحوثيين يعني السلاح الذي يدخل الحوثيين إلى حد ما يمكن السيطرة عليه، لا تستطيع إيران أن تتحرك بحرية في المياه اليمنية مهما فعلوا يعني، لكن السؤال ما الذي قد يترتب عليه أو ما يتبع هذا الإجراء؟ إيران لديها أوراق سياسية كثيرة في المنطقة، في المنطقة، ولديها علاقات متشعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دي نقطة. أنا شخصيا بعتبر ما يحدث ومسرحية المضيق هرمز هي مسرحية متفق عليها مسبقا وسلفا. قضية تغيير الاتفاقية الملفات النووية وقضية، لأنه عندما باركها أوباما باركها بموجب قرار من الكونغرس، بارك اتفاقية الملفات النووية مع إيران، وبالتالي كيف استطاع ترامب أن يتجاوز المباركة هذه؟ هل الدستور الأمريكي خضع للقانون الدولي؟ لأنه هذه القضية كانت قضية دولية وقضية رأي عام دولي، تم الاتفاق حولها وتم نقضها، لماذا نقضت؟ سؤال يطرح نفسه. إيران اليوم تخصب أكثر مما كانت حسب الاتفاقية، 50%. هل التزمت إيران؟ هل احترمت القانون الدولي؟ هل احترمت اتفاقيتها؟ لا، كان الرد أنتم رفضتوا الاتفاقية والغيتوها، إذن أنا من حريتي أن أخصب كما أريد وأنتم عملوا ما تريدوا. إذن في اتفاق، في مؤامرة تدار في الخفاء، المقصود فيها كلها هذه الدول التحالف العربي تستنزف طبعا. اسمح لي أرحب بالدكتورة سارة كيرا خبيرة العلاقات الدولية. مساء الخير دكتورة. أهلا بك يا فندم. بداية، ما الذي قد تستفيده ميليشيا الحوثي من افتتاح سفارة في طهران؟ جاء إعلان سفير لميليشيات الحوثي في إيران بعد مقابلة من وفد الحوثيين مع المرشد الأعلى علي الخميني. الذي يستفيد الميليشيات الحوثية من هذا هو إضافة الشرعية الدبلوماسية أو إضافة على الميليشيات، ولكن ده طبعا ينافي القانون الدولي، لان هم في قانون الدولي يعتبروا نون ستيت فاكتور او فاعل غير دولي. والنهارده بعد ما ايران ساعدتهم ومدتهم في حربهم في اليمن ضد شعبهم، النهارده بتساعدهم دبلوماسيا. وبالفعل دبرت بعض المقابلات لوفد الحوثيين الذي كان في ايران مع بعض السفراء من الدول الغربيه. على الجانب الآخر، ما المكسب الذي ستحققه إيران من فتح سفارة الحوثيين؟ لم أتمكن من، يعني بالمقابل ما الذي ستستفيده أو ستحققه إيران من مكسب من افتتاح سفارة الحوثيين في طهران؟ من المعروف يا فندم أن إيران تسعى لمد نفوذها استراتيجيا في المنطقة من خلال مد الحوثيين في حربهم ضد شعبهم مثل ما قلت لحضرتك، وكمان أن هم يضيفوا الصفة الدبلوماسية للحوثيين. ستستفيد إيران أن هي تكسب وجود الحوثيين في الحكم في اليمن طبعا كما تتمنى إيران، وتكون حكومة موالية لها، وتكون هي سبقت بخطوة وتكون من أول الدول التي فتحت سفارة لجماعة الميليشيات الحوثيين في بلادها. ابقي معي دكتورة. تفضلك. أعود لك دكتور، يعني هل توازي المكاسب حجم المتاعب التي قد تترتب على الاعتراف بشرعية ميليشيا إرهابية انقلابية؟ هناك تغير جو استراتيجي في المنطقة قادم، شئنا أبينا، شيء خارج عن ما هي ملامحه عن إرادتنا. ملامحه
انتهاء الشرق الأوسط، ولادة شرق أوسط آخر أمريكي في المنطقة. الكل يتسارع على أن يكون هو في المشهد القادم، هو الأقوى، هو من يدير، هو من يكون عصا أمريكا في المنطقة. يعني كل الدول اللي كانت قائمة في المنطقة يجب أن تنتهي، لأنه منظومة الحكم فيها صارت مستهلكة. كم تبقى من الدول حقيقة؟ يعني لو جينا نحسب 22 دولة في إطار الشرق الأوسط، يعني ربما فقط الدول الخليج كما تفضل. ولهذا زج بالصراع في إطار مشاريع أخرى، مشروع عربي، مشروع فارسي، مشروع عثماني. هل تبحث تركيا على أن تكون هي واجهة المسرح السياسي في المنطقة؟ هل تبحث إيران أن تكون هي واجهة؟ مع أنه وجود هناك حلف استراتيجي تركي إيراني قطري، هل يبحث على دعم قطر أن تكون هي الأقوى خليجيا في المنطقة؟ صراع يدور لولادة شرق أوسط جديد. الكل يتصارع اليوم ليس لليوم، الأحداث التي تجي اليوم لما بعد 10 سنوات قادمة يبنى عليها من الآن استراتيجيا. قطر في المشهد، وبالتالي نقبل ما نقبل، نحاول نغطي عين الشمس بغربال، هذا شيء راجع لنا. هل سيتقبل عقل البشري أن نصحى ذات يوم وأن قطر دولة محورية؟ قد لا تتقبلها اليوم، وقد لكن عدم تقبلها لها اليوم. لم تجب على سؤالي، هل حجم المكاسب يوازي حجم المتاعب التي قد تترتب على الاعتراف بميليشيا انقلابية وفتح السفارة لها؟ أنا أعتقد أنه الاعتراف ميليشيا حوثية هي مرحلة وهي ورقة سياسية لا تقدم ولا تؤخر، لأن إيران تدرك مسبقا بأن القانون الدولي يجرم ما تعمله اليوم، ولكنها تتجاوز القانون الدولي بموجب تجاوز أمريكا للقانون الدولي. هي ورقة مقابل ورقة. أمريكا تجاوزت الملفات الاتفاقية الدولية مع إيران وتجاوزتها، وأتت بلغة جديدة مع إيران وعملت حصار وكماشة، وبالتالي هي الآن تلعب بورقة سياسية هي تدرك إنها ميتة وتدرك حجم العلاقة الخليجية بأمريكا. نعم. طيب اسمح لي أوجه سؤال للدكتورة سارة. يعني اليوم الموقف العربي ربما مختلف قليلا، نعاني من ارتباكات، لكن دعني أسأل يعني ما يتعلق واقعيا عمليا، هل يؤثر هذا الإجراء أو اعتراف بشرعية ميليشيا إرهابية على الأرض؟ هل يغير في شيء؟ ما الذي قد يحدثه؟ يعني بص يا فندم، أتفق مع الدكتور ضيفك تماما أن يعني الخطوة ليست بالمهمة جدا، واعتداء إيران على القانون الدولي تأتي في سلسلة اعتداءات صريحة على شعب اليمن، وفي اعتداءات صريحة على العالم العربي كله. ولكن الخطورة في أن عارف حضرتك الاستيطان الصهيوني، هذا هو ما تفعله إيران الآن باليمن. يعني بينما يعني تجري إسرائيل وتبني المستوطنات يعني زي وضع اليد كما نقول، هذا ما تفعله إيران حاليا. تجمع وفد من الحوثيين وتسارع في مقابلته بعدة سفراء من الدول الغربية في محاولة منها لإطفاء يعني الصفة الدبلوماسية على الحوثيين، كما لو كانوا هم الحزب السياسي الذي يتحدث عن اليمن، أو الكتلة اليمنية الوحيدة التي لها القدرة على مقابلة السفراء وكما ان ايران تقدم الحوثيين للعالم والمجتمع الدولي على انهم فعلا كتله موجوده على ارض اليمن وليسوا بارهابيين ولا اي شيء من هذا. من الذي قد يؤيد هذا الاجراء الذي اتخذته ايران؟ لا احد يؤيد هذا الاجراء بالطبع، والمجتمع الدولي سيكون لديه عده مخاوف ومصالح كبيرة. يعني كما ذكرتم للولايات المتحدة مصالح كبيرة مع دول الخليج، وهناك يعني تربطها يعني تربط مدى اعتراف المجتمع الدولي أو مدى أن يكون له مصلحة في تقديم الحوثيين ككتلة سياسية في اليمن
فهو ده كله مترتب ويقف على المصالح. نعم. فلا اعتقد ان هناك العديد من الدول في المجتمع الدولي اللي ليهم مصلحه ان يعترفوا بالحقوق. اسال الدكتور، دكتور هل تتفق مع ما اطرحه الدكتوره؟ يعني هل قد يعني نتوقع ان تغامر دول اخرى مثلا في افتتاح سفارات لميليشيا الحوثي؟ قطر مثلا ما استبعد، لانه هي في طار خط تحالفي. طب ما نجي نشوف الخريطه التحالفي، الخارطه التحالفيه. لكن هل وضع قطر مثلا يسمح لها لانه في هناك تردي في العلاقه ما بين قطر ودول التحالف. حلو جميل. وفي هناك علاقه جديده تنمو وتزدهر ما بين ايران وتركيا وقطر. هل تدفع ايران وتركيا بقطر ان تكون في المشهد السياسي لان هي الاقرب في هذا الجغرافيا؟ هذا شيء طبيعي جدا. استشعار لماذا التوقيت 4 سنوات في الصراع في اليمن لم يتحرك الحوثي بهذا المستوى؟ ما الذي اجبر الحوثي بالتحرك بهذا المستوى؟ هل ضعف قرار الشرعيه؟ هل وصول التحالف العربي الى قناعه مطلقه بانه الشرعيه لا تستطيع لا تريد الذهاب الى صنعاء؟ هذا ما وجد حاله من الاريحيه عند ايران وعند الحوثيين حتى يرموا بهذه الورقه الدبلوماسيه يمهدوا فيها. من خلال من اتفق مع من جلس في ايران من الدول؟ المانيا كلها قضيه الملف النووي، دول الملف النووي، دول اتفاقيه ايران. هم من هيئتهم ايران اليوم ان يعترفوا ولو مبطن اليوم او بعد ما اعترف مبطن بالعلاقه الدبلوماسيه. هل ستظهر في المشهد غدا؟ هنا امور كثيره تجري في المنطقه، المقصود فيها تدمير القوه العربيه في مصر، تدمير الدوله المحوريه في السعوديه، وبالتالي اظهار دول جديده في المنطقه تناسب وتلائم الشرق الاوسط الجديد الذي تبحث عنه امريكا. نعم. طيب دكتوره، يعني هل سيسمح العالم بهكذا مهزله يتفرج على خروقات شنيعه للمجتمع الدولي، مساس بسياده دول، فتح الباب امام الاعتراف بمنظمات ارهابيه وجماعات انقلابيه؟ لا اعتقد يا فندم، لان تلك الخطوه ستفتح ابواب من نار على جميع على معظم الدول، لان كل الدول لديها مشاكل داخليه وكل الدول لديها قوميات داخليه. حتى الدول الاوروبيه مثل اسبانيا عندهم قوميات داخليه ستسعى لتقنين وضعها لو ايران نجحت في ان تفعل ذلك مع الحوثيين. اعتقد ان هي طبعا ليس اكثر من ورقه ضغط على العرب وعلى العالم، ولكن لا اعتقد ان سيجرؤ احد من المجتمع الدولي ان يعطي شرعيه تامه للحوثيين على ان يمارسوا السياسه في اليمن او غير ذلك. في خريطه طريق وفي اتفاق ستوكهولم واحنا المفروض ماشيين عليه، وايران ضربت بيه عرض الحائط تاني، فممكن تكون اصلا ورقه ضغط على العالم، لان ايران نفسها بتتعرض لعقوبات دوليه بين حين واخر، فممكن تكون اصلا ورقه ضغط مش على العرب بس، على العالم كله. فالنهارده المجتمع الدولي لن يجرؤ، لا اعتقد انه يجرؤ على الموافقه على مثل هذه الخطوه، انها لا، ولكن برضو لا يجب الاستخفاف بها، لان وفد من الحوثيين في ايران ويقابلون عده سفراء اخرين، دي برضو خطوه لا يجب الاستخفاف بها، ولكنها ليس لها الاهميه او الثقل الكبير او التي تنوي له ايران. دكتوره ساره كيره، خبيره العلاقات الدوليه، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل الايضاحات التي قدمتها في هذه المداخلة. أعود لك دكتور وسؤال، يعني هل يمكن أن نعول على الموقف العربي اليوم بكل تجاذباته وما ينطوي عليه اليوم من ضعف وهوان؟ يعني هل يمكن التعويل عليه في مواجهة أزمات و شوف، الإرادة العربية لم تمت بعد، ولكنها في حالة من الاسترخاء. تتحدث عن إرادة شعوب أم شعوب عربية؟ شعوب مواجهة، لأنه نحن اليوم في إطار مواجهة منظومة سياسية، ونحن نتحدث عن خلافات بين الأنظمة العربية تضعف الموقف. الخلافات هي نتيجة مرحلة من الزمن أدت فيها إلى يعني تغير في المواقف، صراع قديم حديث.
ما بين القوميين، ما بين الماركسيين، دي صراع أنتج كله خلافات فكرية أنتجت إلى ضعف في صانع القرار العربي. ولكن في نفس الوقت الدول العربية والقرار العربي لم يموت. متى ما استشعر بخطورة الموقف، متى ما استشعرنا بخطورة الموقف في 26 مارس 2015، عندما سيطر الحوثيين على اليمن، أو عندما أسقطت الدولة في صنعاء، عندما أسقطت الدولة في العراق، كان الموقف العربي ما بين متفاجئ. ما حدث في سوريا أيضا مفاجأة أخرى، لكن الموجود كان في لبنان حالة عربية، كان مستقبلها الوطن العربي، كان عنده تفهم للوضع هذا، لأنها في إطار خطوط المواجهة، كان حتى مع وجود معارضة، لكن كانوا يستخدموها كإطار كمرحلة متقدمة في خطوط المواجهة. لكن اليوم لما تجي للعمق الخليجي، معنى أنه هناك حالة من التغير الجيوستراتيجي في العلاقات العربية، قد تؤدي إلى مواجهة الحوثيين عسكريا ومحاولة الضغط على إيران، أو مواجهتها في نهاية المطاف، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال تمرير المشاريع التي يراد تمريرها في المنطقة. اليوم يجب أن يبقى المشروع العربي، مع اختلافنا في الرؤى، لكن يجب أن يبقى المشروع العربي، لا يجب أن يمرر أن ينتهي المشروع العربي ونفاجئ بمشروع فارسي في المنطقة، أو نفاجئ بمشروع عثماني. وبالتالي لا خيار لدينا سوى أن نتصالح فيما بيننا البين، مع اختلافاتنا نؤجل اختلافاتنا ونواجه المشروع العربي. وأنا متأكد أن الوطن العربي وكل الأحرار الموجودين في الوطن العربي في النهاية لن يسمحوا بانهيار القاهرة أو انهيار مصر وانهيار السعودية وانهيار المشروع العربي في المنطقة، لا، لأنه اليوم مثلا أنا تركيا، قطر لديها القاعدة وداعش المرحلين من سوريا، تبحث لهم عن موطة قدم، هي تبحث لهم عن موطة قدم. الهيمنة عبر الحوثيين على الممرات المائية يهيئ لهم إلى أن يكونوا هذه القواعد والدواعش متواجدين في الجزر الموجودة في البحر الأحمر. فشلوا أن يحققوا شيء في سيناء، يريدوا أن تبدأ مرحلة جديدة من الصراع عبر الجزر هذه، انطلاقا إلى القاهرة، انطلاقا إلى السعودية، محاولة خلط الأوراق من جديد. هناك استقرار كامل في القاهرة، في جمهورية مصر العربية، استقرار كامل في إطار دفاع مصر واجهت الويل من 2011 وهي بتصارع هذا المشروع. وبالتالي عندما يأس الصانعين للدواعش والقواعد والمنظمات الإرهابية محاولة جديدة باستماتة جديدة، السيطرة على الجزر في البحر الأحمر حتى يتم تهيئة لمرحلة أخرى قادمة للصراع من جديد. يجب أن نقرأ حجم الخطورة. الورقة الدبلوماسية الإيرانية الحوثية لا تشكل هاجس مخاوف كبير بقدر ما يشكل لي أنا الحوار الذي غير معلن الذي دار من الدول الأوروبية بتهيئة إيرانية حول هذا الموقف. هذا اللي شكل لي أنا الهاجس. ماذا دار؟ على ماذا تم الحوار؟ هل سيكون هناك دعم غير معلن؟ ما الضمانات التي توفرت للحوار؟ بالضبط، يعني كيف تم القبول بهذا الحوار من الدول الأوروبية؟ هل الملف النووي كان مستحضر؟ هل مساومة جديدة؟ هل هناك اعتراف ضمني غير معلن؟ عدة طروحات يجب أن نواجهها. لأن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم النهدي، الباحث والأكاديمي وخبير الأزمات، إدارة الأزمات. أشكرك جزيل الشكر على تشرفك لي بالحضور وكل الإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم، على أمل أن نلقاك أيضا في حلقات قادمة. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.